مرحبا يا اولاد، شوف انا ايش رسمت. انا رسام ماهر، وانا بدي الون بالالوان الاساسيه اللي هم اصفر ازرق واحمر. نبلش بالاصفر، نحط ونلون الشمس. يلا خلصنا الشمس، وهلا بدنا نغسل الفرشاي. تسوي هيك. وهلا بدنا نيجي للون الاحمر، نحط شوية ونلون الدور. سما ايش بتسوي؟ برسم الدار وانا بستناك برا اللي ساعة عشان نروح نلعب كرة قدم. تذكر لما ربحتك؟ لا انا بدي الون هلا. واو، مش فاضي. مين رسم هاي؟ انا. واو حلو اصفر. بس ثلاثة عندك؟ شو هذا؟ على فكرة بينفع اسوي من الثلاثة الوان. بينفع اسوي من ثلاثة الوان؟ والله. طب خلص الدار اول، خلص. واو جنن. كيف بدك تعرف تسوي الوان؟ عندك بس ثلاث الوان، كيف بدك تصور ثلاث الوان؟ انت بتعرفش انه هدول الالوان الاساسية؟ هدول الالوان الاساسية؟ والله حكت لي المعلمة عليهم بس ما عرفت ايش صار. بنفع صح، لازم اخضر هون عشان الارض. ايش بتسوي؟ فيش اخضر، يعني بنسوي الاصفر والازرق. تحياتي، خليني اعرف. انت بتقول لي وانا بسوي. طيب يلا حط اصفر وازرق عشان الاخضر. اخضر هون. عن جد؟ يعني احط اصفر؟ هي اصفر لون. استنى ولا شيء نلخبطه. انت على طول هون وازرق. وازرق؟ وهي ازرق. ونخبطهم. هاي شفت كيف صار يا اخلا؟ واو قلت لك انا فنان. عن جد فنان. رسم ماهر. واو. هلا بورجيكم عن جد فنان. طلعوا، حركت الازرق والاصفر مع بعض، طلع لون اخضر. حلو ولا لا؟ حلو. بس استنى هاي سمعه عشان بدي اسويه اكثر حلو. باخذ شوي كمان اصفر. طيب واو احلى شيء. بيب بيب بيب. واو هات وجه الاولاد. يا اولاد حطيت اصفر وحطيت ازرق صار اخضر. واو سمعه عن جد حلو. هات سوي اخضر لون. واو هون اخضر العشب بتسويه اخضر، والشجره بتسويه اخضر، الشجره كمان. واو معلش اساعدك صح؟ معلش. علمتني شيء جديد. طيب في عندك كمان الوان؟ الاصفر والاحمر. اصفر واحمر ايش بصير؟ لو نجرب يلا. تعال نجرب؟ يلا نجرب. ما بتعرفش؟ هات نشوف. هذا الاحمر والاصفر. هو اصفر. والله نخبطهم. والله نخبطهم. طرب طب 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 طب. انا عرفت ايش. ايش الاولاد؟ واو ايش اللون اللي صار يا اولاد تعرفوه؟ واو لون برتقالي. عن جد الالوان الاساسيه حلوه. واو قلت لك انا بعرف اسوي الالوان الاساسيه من كثير الوان بعرف اسويها. برتقالي بس اقول لك السياره برتقالي. السياره برتقالي. واو بتجنن. يعني الاصفر مع الازرق صورنا اخضر، والاصفر مع الاحمر صورنا برتقالي. يا سلام برتقالي. يا سلام برتقالي. لحظه بينفع كمان نسوي شيء؟ بينفع ناخذ الازرق مع الاحمر والاحمر. تعال نجرب. هاي ازرق يا اولاد. ازرق ايوه. وهاي الاحمر. الاحمر طاطا بطاطا. تعال نشوف ايش بيطلع لنا. انا بقول انا بعرف بس بديش اقول لك. قول. انا بقول لك بيطلع لون صنطوش انتو. بيطلع لون ليلك هذا البنفسجي الحلو. البنفسجي؟ شوف. هي عن جد طلع. واو شايفين؟ طلع بنفسجي. تعال نسوي ايش؟ باب الدار. والشبابيك.
وايش نسوي كمان؟ والعجال. واو تيرتي بجنن سمعان. واو يعني صار عندنا هنا من ثلاث ألوان أساسية صار عندنا كمان ثلاث ألوان. استنوا بس عشان أعرفكم. استنوا أنا بساعدكم عشان تلخبطش. كمان دور من عيدها الأصفر والأزرق إيش بيصير؟ أخضر تررام. والأصفر معصى شوي عشان ما يتلخبطوش كتير يصير لنا مشاكل هون. الأصفر والأحمر صعدنا برتقالي. والأحمر والأزرق صار عندنا بنفسجي. طاطا بطاطا. وهلا يا ولاد بورجيكم اتعلموا بينفع تسووها بالدار. ثلاث ألوان أساسية. يا سلام. وتعلموا وسووا. وإذا عجبتكم هاي اكتبوا لنا بالتعليق إنه زبطت معاكم. وبيسووا لنا لايك. وهذا الرسام الشاطر زعفوا له كتير كتير. عجد أنت حلو وعلمتني كتير أشياء. الألوان الأساسية. واو إشي بجنن. يا ولاد ثلاثة ألوان أساسية أحمر أصفر أزرق. إلى اللقاء. أمير أنا جيت لهون يا ولاد حلوين. اكبسوا لنا على السبسكرايب على الأحمر وعلى الجرس وعلى الدائرة. إلى اللقاء. مصادر برسم على التفاصيل الأولاد بيحبوني وبينادوني شاطر بحب أكل محشي.